وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون فيدرالي حول إصلاح القضاء الجنائي، ما يفتح المجال أمام تحقيق أهم تغيير في النظام القضائي الأمريكي منذ عقود. ويعتبر قانون الخطوة الأولى مشروع قانون يلقى تأييد الحزبين، تم وضعه بصعوبة بهدف تخفيف العقوبات الشديدة عن مرتكبي بعض الجنح وإعطاء المزيد من الحرية للقضاة.